السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم؟ كلشي مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش كيف العاده. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. الخوت انا يلا كيطلع الدابة باذن الله، يلا كيف قلنا يلا كيطلع الدابة باذن الله. وشوف الخوت، نسيت هنا هنا كنقولوا الخوت، هنا في كنهضروا على الامراض، حنا ما كنعيبوا حمام حد، حنا غير كنهضروا الخوت. كيف قلنا راه الله عز وجل كيشهد على الكلام ديالي، ان الله وملائكته، راه الله عز وجل كيشهد على الكلام ديالي. كيف قلنا الخوت راه هذه نسيتها البارح ما درتهاش، وشو سبحان الله العظيم شنو تلقى ولد ديال من الله اعلم. الباقة الخوت الباق فيه البزق، شوفوا الباق ديالو فيه البزق، الزومه تنتا الباقة الخوت فيه البزق، باق خضر يمكن باق اخضر فيه البزق، باقي فيه البزق ديال العش. لقينا هذا الولد هذا غير هو اللي كاين، والماء ديال ديال لاميديتي الخوت، الماء ديال لاميديتي هو هذا، شتو هذا هو الماء اللي كينزل لينا من الفوق. لقينا الخوت هذا الولد ماشي ديالي، ودابا غادي نخرجوه نجريو عليه، ما نشدوش والله، ما حلفت بالله الخوت ما غادي نشدو بيديا، ما غاديش نشدو بيديا، نجري عليه يمشي في حاله الى حالي سبيله. ديال من هذا الولد الله اعلم. خرج خرج اوليدي، خرج 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 خرج، سير حك سير الله يعاونك، سير سير الله يعاونك، سير سير الله يعاونك، خش خش خش. الحمد لله الخوت هو مشى، الحمد لله مشى. كيف قلنا الخوت هذا هما اللي كيجيبوا الامراض، والله يرحم الوالدين. داك الولد اللي هضرنا عليه هو راهو دايزرا ومشى من ليه، راهو 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 غادي. شتوه كيف قلنا الخوت هذاك هو الولد اللي هضرنا عليه دابا، راهو مشى، ها هو شوف شوف شوف، راهو راهو فين غادي، راه غادي راهو جيت الشاطو وداير راهو داير. ها انتما واجي هذا بلا حمام بلا والو الخوت، شوف سبحان الله العظيم جا هبط، يعني كيشوف تيكون ها هي واحد الحمامه اخرى، ها هي واحد الحمامه وعديل من هادي تا هي، بحال السحمي ديالي والله العظيم، لا بحال السحمي ديالي. حميمه تالفين الخوت تصبح بزاف، هنا مع الاخ عبد اللطيف حمامه معاهم واحد السحمي بحال ديالي سبحان الله. كيف قلنا الخوت واحد السحمي بحال ديالي، راه هو مع الحمام ديال خونا عبد اللطيف، حنا خونا عبد اللطيف دايرين فيه الثقه، داك ما كيشدش الخوت الحمام، كيف قلنا ما كيشدش حمام عباد الله، كانت فيه توا شحال هادي كيف كانت فينا ديك البليه ديال شد حمام عباد الله، وبدا تحلف راه دوزنا الخوت ديك المرحله. ها واحد الحمامه هي جايه، شوف شوف واش هذا الشنبور اللي كان هابط عندي او لا، لا الله اعلم. ها هو لا لا هو هذا، لا دفلي هذا، هذا دفلي، هذا الشنبور دفلي الخوت. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، حنا غنتولعوا نتلقوا حميماتنا باذن الله ونشوفوا شنو غنديروا. بالنسبه للخوت واحد القضيه، بالنسبه هذا اش كيقولوا ليه، بالنسبه للدواء راه ما غاديش من ولا، ما غاديش نعطي الدواء لكل شيء. كيف قلنا حنا غادي نحيدوا هذه المويه الخوت، هذا الماء هذا راه كتكون ميكروبات، هادو كيف قلنا كتكون ميكروبات. بالنسبه للدواء الخوت راه ما غاديش نعطي للحمام كله الدواء، الدواء غادي نعطيه للحمام المصاب بالمرض اللي كيهز رجليه، هو اللي غادي نعطيه الدواء سالات الحفله. وبالنسبه للحميمات الاخرين الخوت راه ما غاديش نعطيهم الدواء ان شاء الله. الحمد لله راه الامور لحد الساعه مستقرة كما أقول دائما. يلا تحياتي لكم، نحيد الخوت هاد المويه وأنا معكم الله يرحم الوالدين. بسم الله الخوت، بسم الله على بركة الله، نخرجوا بالنسبة لهنا راه سديناها، لأن ذاك الولد الخوت جا تا كان يهبط هنا وأنا نجري عليه والله العظيم، إلا تا كان يهبط ذاك الولد راه جا وكيمشي تا الحي بيعات وجا تا كان غادي يهبط وأنا نجري على باباه. حنا غادي نخرجوا الوليدات ديالنا ياكلوا إن شاء الله، نتمناو فيهم الخير. دخل 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 دخل، نخليو الخوت كيف قلنا نخليو الوليدات هما يخرجوا ان شاء الله، كلهم غادي يخرجوا باذن الله، وغادي نمشيو نجيبوا الخوت افيدريس ان شاء الله، نمشيو نجيبوا افيدريس. نخرجوا الخوت دوك الوليدات الدخلانيين دوك الصغار، ها مسكينه حمامه كتفرفر وهازه رجليها. نخرجوا دوك الجداد الخوت،
ولا غادي يخرجوا راسهم، خليهم تيخرجوا راسهم ان شاء الله. نمشيو الخوت نجيبوا لهم افي دريس هما اللي غادي نعطيهم في الماء. يلا خليكم معنا الخوت ان شاء الله، خليوا الحميمات ياكلوا. والخوت كاين واحد الدفلي بان لي الخوت، واحد الدفلي تالف، واحد الدفلي راه هو فين هو؟ طار طار الخوت، كان في ديك الدار واحد الدفلي ديال الفويجر واحد الشنبور بان لي يلا هبط في ديك الدار. يلا الله يرحم الوالدين، نمشيو نجيبوا الخوت الخوت افي دريس من التحت وانا معكم. الله يرحم الوالدين. خوت افي دريس هو جبناه، هذا راه قسمناه، خديت النص، راه النص هذا ديال افي دريس قسمته انا واحد السيد بلا ما نذكروا الاسماء. هنا الخوت 5 مليم فيترو ديال الماء، هي مكتوبه هنا 5 مليم فيترو ديال الماء. هنا الخوت عاد دابا بانت ليا، والله العظيم الا بانت ليا فينا بلاصه. هاي هاي هي 5 مليم، هي بلونغلي، هي ميت 5 مليم اوبي 1 لتر، زعما 5 مليم فيترو د الماء. حنا عندنا هنا هذه كتهزلنا ايترونس، غادي نديرو 5 7 اونس ان شاء الله. او ايايا هذا تسرع تيخرج ليا خوتا، هو خرج منين خرج؟ ها خرج الخوت من هنا، هاو ها منين خرج؟ من هنا، شو من هنا خرج، من هنا خرج. وكان كيف قلنا الخوت ان شاء الله حنا غادي نديرو بعدا افي دريس نعطيهم يشربوا. وديما تيخرج ليا داك الولد الخوت، ديما تيخرج، راه كان مع الذكور واحد النهار ما بغاش يدخل ليا. دابا هذا غادي يقدر يجيب ليا الخوت المرض، والله اعلم، هذا يقدر يجيب ليا المرض، الله اعلم. افي دريس اصلا داير بحال الماء، هذا الخوت هذا معقم الماء وكيزيد ديك النسبه ديال داك البي اش في الماء ولا هذا. ها هي 0.5 مليم، ها هي ها 5 مليم هو هذا صافي صافي. هادشي فيه في واحد الريحه بحال الخل، بحال حامض حامض. دابا ان شاء الله الخوت نزيدو غير الماء ديال السقايه ان شاء الله، ونعطيو للحميمات يشربوا. الله يرحم الوالدين. يلا الله يحفظكم الخوت، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الذكور ان شاء الله الخوت غادي نطلقوهم يحركوا شويه باذن الله على بركه الله. كما قلنا الذكور، الذكور ان شاء الله الخوت هما غادي يطيروا شويه هما. طلقنا الذكور الخوت يحركوا شويه ان شاء الله ويعطوا ياكلوا لانهم راجعانين ان شاء الله. ونهبط حالي ثاني نعس. الحمد لله كيف ما كان الحال، الحمد لله. الذكور الخوت الحمد لله كيف كنقولوا الشكر لله، الامور طيبه عندهم، ما كاين حتى شي حاله في الذكور باذن الله، ما كاين حتى شي حاله الحمد لله. الحميمات كيف كيبان لكم انا، هادو راه ما بغاوش يطيروا، هادو راه طاروا، هادو ما طلقناهمش الخوت يعني ما جريناش عليهم. الحمد لله الحمد لله. الخوت كيف قلنا بالنسبه للذكور الحمد لله كل شيء طار، كيف قلنا الخوت كل شيء طار باذن الله. ها هما هادو، هنا كاين واحد الزغلول باقي صغير معاهم، كاين واحد الزغلول راه مشي ليا لهاد الجي من هادوك الاخرين الخوت. الحمد لله ان شاء الله الامور غدوز طيبه. واحد الحميمه هي جايه الله اعلم ديال من، شو ذكر والله اعلم. الشوكيه كذلك ومثال، هي مسكينه هي كتفلك كيف قال الاخ رضوان ازولاي. نتمنوا الخير والتيسير باذن الله. يلا الخوت حنا نتسناو الحميمه تهبطوا. واحد الحميمه سيوفا بوي، شتي واحد الشنبوره الخوت سيوفا بوي، ها هو ها هو ها هو جاي، ردوا ليه البال. هذا علم الله لمن تالف هو مسكين، الله الله اعلم لمن تالف. ها هو جاي، هو جاي، ها هو بدعي. عندك يكون الشنبور البدعي ديالي اللي كان مشى ليا، ما كنظنش ما غاديش يكون باقي تالف. لا لا، هذا طوبي محروق الخوت، شتو طوبي محروق هذاك حل. ها السنيبر ديالي الطوبي الخوت ديالي، ها هو سبحان الله العظيم هو معاهم، ها هو لاصق مع الشوكيه، هو جاي مع الشوكيه ان شاء الله. انتم ردوا البال، هذا اصغر شنبور الخوت من هذوك الحميمات اللي ضاعوا لي منهم جوج، ها هو لاصق مع الشوكيه. يلا راه حتى هو مع الشوكيه، ها هو مع الشوكيه الخوت، ها هو
الحمد لله يعني صافي غادي يبقى مع الشوكيه وغادي تهبطوا لان الشوكيه راه ما كتمشيش لان مبدله الخوت السيوفه ديالها كتبدات كطيح السيوفه يعني غادي يبقى معاهم واحد الشوكي دخل معاهم ونتمنوا الخير حنا نتسناو الخوت الحميمه تهبطوا باذن الله والامور راه طيبه لحد الساعه نتمنوا الخير وكيف قلنا الخوت بالنسبه لديك الكينه اللي خدينا ديال ماشي افي ميكس شي لعيبه ديك الكينه الخوت نسيت على الاسم ديالها ما علينا بالنسبه لديك الكينه راه غادي نعطي غير الحمام اللي كيهز رجليه حمام البروديكسيون ما دخلوا ما تلاقاو دابا تجمعوا باذن الله هما تجمعوا الخوت كلهم صافي تجمعوا الحمد لله وما غادي يهبطوا ان شاء الله هما غيقوصوا ويهبطوا هما بعدا ما غادي يهبطوا كيف العاده الماكله ديالهم يضربوا افيدريس نعطي لهم الخوت ان شاء الله واحد الاسبوع افيدريس باذن الله حيت خاصني ندخلهم الخوت باش نسد سبوتنيك باش ما تدخل ليا حتى حمامه من تماك انا لاحظت داك الولد غادي يجي كيف قلنا الخوت داك الولد غادي يجي ان شاء الله عقلوا عليها غادي يجي شوف شوف واحد شوف شوف البداله 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 هذا راه اكبر شنبور الخوت هذا اللي هبط تبارك الله راه اكبر شنبور وشكون اللي هبطاتو راه البداله راه كله من تشوف كله من تشوف كيف قلنا الخوت راه كله من تشوف الحمد لله دابا ابتداء من دابا غادي نبقاو نطلقوا مره مره الحميمات انا الخوت يلا تحياتي لكم الله يرحم الوالدين بما يهبطوا الحميمات وانا معكم واحد شنبور اخر الخوت دفليم تالف كيف قلنا الحميمات الخوت راه ما بغاوش يهبطوا ليا كيبغيو يخرجوا ومعاهم داك الولد الصغير واحد الوليد ديالي طوبي من دوك الشني بغات لك تكرسي الاخرانيين راه معاهم واحد الولد صغير ما يهبطوا ان شاء الله شتو ما بغاوش يهبطوا ان شاء الله يهبطوا ان شاء الله ما غادي يهبطوا كنت باغي نطلق الذكر ديال النفيخ ديال الحنقوره هو اللي كنت باغي نطلق باش يهبطهم ساعه ما غادي يهبطوا ان شاء الله غادي يهبطوا ان شاء الله ما باغين يهبطوا الخوت حنا غننتظروا معاهم واحد الشوكي الخوت راه معاهم شوكي وهاد الصبحيه راه بان لي الحمام بزاف تالف الاخوان والله العظيم الا بان لي بزاف الحمام تالف بان لي دفلي كنهبط ليه واحد الشنبوره وداز من هنا شي ربعه ولا خمسه ديال الولاد اللي تالفين هاد الوقيته هادي راه تالفين الولاد بزاف نتمنوا يهبطوا شو راه بعض الخطات الخوت كيبغيو يمشيو كيف قلنا بعض الخطات كيبغيو يمشيو انا خايفه على داك الوليد الا مشاو خرجوا من هنايا غادي يتلفوه غادي يجيو الا مشاو تخرجوا من هنا غادي يتلفوه وداك الشيء اللي ما بغيناش داك الشيء اللي غندير الخوت نمشيو نخرجوا الذكر الا ما بغاوش يهبطوا دابا نخرجوا الذكر الحنقوره ان شاء الله غادي يهبطوا ما يهبطوا يهبطوا هبط 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 نشوف هو هبط ولد بعدا واحد هو هبط هما يهبطوا ان شاء الله زيد 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 هذيك هبط 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 هما جوج هبطوا مزيان هما يبداو يهبطوا شويه بشويه كيف قلنا الخوت شويه بشويه وشي حاجه باغا تقعد بنت ليا شي حاجه باغا تمشي شي وحدين باغين يخرجوا من هنايا نتمنى انهم ما يخرجوش لان الولد الصغير باقي معاهم الخوت ما هبطش هاد الوليدات اللي هبطوا هادي اللي فوق سبوتنيك وهاد الطوبيدو راه كبار كيف قلنا هاد الولاد راه كبار هادو اصلا طايرين مرسينا حتى اللي قلنا الخطا ما غادي هما تيبغيو يخرجوا كيبغيو يمشيو لهاد الجي و100% ديك الشوكيه اللي كتبغي تجرهم الشوكيه هي اللي هي الحمامه الاخرانيه هي اللي كتبغي تجرهم نشوف طوبيه ديك الحمامه الاخرى طوبيه دفليه الخوت دفليه نتمنوا انهم يهبطوا دابا نمشي نخرج لهم الخوت الدكاك ديال الحنقوره وانا معكم والله يرحم الوالدين كما العاده لحظه الخوت راه مشى وخرجوا الحين بيئات ورجعوا الحمد لله ما هبطوا ما هبطوا اما الحمد لله ما هبطوا الخوت ان شاء الله كيف قلنا ما هبطوا ولله الحمد هما هبطوا بقى شي حاجه قليله ان شاء الله هذا تهبط هما عزيز زيد هبط 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 100% الوليد هبط الخوت الوليد هبط ديالي الوليد داك الصغير اللي كنا خايفين عليه 100% غيكون هبط الحمد لله بقات غير شي حاجه قليله بقاو هنا ربعة الحمامات الخوت اللي بقاو والشوكي ماشي ديالي يلا نتسناو الخوت يهبطوا نعطيو نتوما افيدريس بالنسبه للشرابه هذه اللي شربوا فيها البارحه هي غسلناها وخلينا هنا تشمش كيف قلنا داك الاخ السعودي تحيه ليه حتى هو وبالنسبه للشرابه الاخرى اللي كانت مغسوله هنا عطيتهم يشربوا فيها وهي غاده الحمد لله كيف ما قلنا الحمد لله خوت ولله الحمد
كيف قلنا الحميمه تهبطوا، وكيف العاده الخوت حنا راه سدينا دابا هنا باش ما تدخل لينا حتى بياسه. حسبنا الذكور لقينا هما هذوك، عطيناهم كلاو شويه شربوا، غادي نحيدوا لهم الخوت الماء اللي فيه افيدريس، غادي نحيدوا لهم باش ان شاء الله منين غنفيق مع ديك الثلاثه باذن الله باذن الله غادي يعاودوا يشربوا لي افيدريس مزيان والله يرحم الوالدين. بالنسبه للحميمات اللي كيعرجوا هنايا هما اللي غادي نعطيهم فقط الكينه باش ما نقويش عليهم الدوايات الخوت. وتحيه لخويا اذا احمد حسان، يلا تحياتي لكم ونتلاقاو مع الثلاثه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت، عدنا لكم من جديد. شو سبحان الله العظيم هذا البرهوش هذا منين زهق الخوت كيفاش يدخل الله اعلم. انا ها هو الشنيبر الخوت اللي قلنا داك الشنبور اللي قلنا ها هو سبحان الله العظيم كيفاش يدخل الخوت الله اعلم. مع سد مع العلم اني سد الكرياج ها انتم ها مع العلم اني سد الكرياج هانت 100% غادي يكون الا ما دخلتش من دوك التقيبات هادو ديال الجناب هادو الخوت هاد جوج مع داك اليوم السلوكه. انا الحمام ديالي ما كيدخلش من هنا ها انتم يقدر يكون دخل من هنايا من هادو. وشو سبحان الله العظيم راه في باك خضر الخوت. انا نزومي لكم الباك كيف الصباح كيف زوميت لكم في الصباح الله اعلم راه باقي داير عليه داك البزق ديال العش كيف قلنا باقي عليه البزق ديال العش هذا. شنو غندير ليه الخوت هاد الشنبور هذا؟ خليت تجي فاطمه الزهراء وانا معكم الله يرحم الوالدين على بركة الله. الخوت هاد افيدريس هذا مع ايزنكانو بديت ياك كيف قلنا الخوت هاد افيدريس هذا مع ايزنكانو راه مزيانين كيعطيو الناس اللي ما كيمرضش لهم الحمام. هذا ها ما عنديش انا خديت غير نص من هذا. كيف قلنا الخوت هاد افيدريس هذا ما عمرني خدمت به ما نكذبوش على الله ما عمرني خدمت به. وانما من هنا ان شاء الله العام الجاي كنوعدكم ان شاء الله كنقولوا ان شاء الله باذن الله ما غاديش يوقع لي هادشي اللي وقع لي هاد العام باذن الله الا بغى الله عز وجل ما غاديش يوقع لي الخوت ان شاء الله الحمد لله. كيف قلنا الخوت هنا هذا الحمام ديال البروديكسيون عطينا عاوتاني الوجبه الثانيه. هنا غادي ندير واحد 10 المليم ها هي بانت لي 10 فين هي ها هي 10 ها هي نزيد واحد شويه 10 المليم الخوت هي هادي. بالنسبه للشرابات غادي نديروا الخوت واحد القضيه غادي ندير واحد القضيه الشرابات غادي نقيدهم الارقام. بالنسبه للشرابات الخوت ان شاء الله كنقول والله اعلم غادي نقيد فيهم ان شاء الله الارقام باش كل ان شاء الله هادشي باش غادي نبقى اللي بقى نخدم به كل اوكر. كيف قلنا الخوت كل اوكر تكون شرابته خاصه ديالو بحال اللي عندي الوكوره يعني عندي الخانات ولا كي كيقولوا لهم خانات كل اوكر عنده الرقم ديالو. شرابات كذلك عندي الصباغه كل شرابه غادي ندير ليها نغسلهم وغادي ندير لها كل واحد جوج ثلاثه ونبقى غادي. دونك يعني الشرابه رقم واحد غادي تمشي مع الوكر رقم واحد ما غتبقاش تغير. رقم جوج غتمشي مع رقم جوج الا تلفات لينا شي وحده نقلبوا عليها ولا نجيبوا وحده اخرى نشريوها ونديروا فيها الرقم باذن الله باش ما يبقاش هذه الشرب باش ما تبقاش تنقل لنا العدوى. لان مثلا كنلقاو شي حمامه مثلا كتعرج حمامه مسدود عليها وكتعرج منين جاها المرض كنقولوا تنقل عبر الاكسجين الله اعلم. هادشي اللي داك في بالي في الاخر هو يطيح عليا واحد الاخ واحد الفكره قال لي الشرابات حيت فري الشرابات كنعطي لهادو يشربوا شويه كنعطي للاخرين يشربوا هذا ما كانوا الحمد لله. نعمر الخوت هنا هذا افيدريس حتى البروديكسيون راه كيشربوا افيدريس باذن الله. بعد ما طلقنا الماء السخون حيدنا داك الماء السخون اللي بقى في السقايه دابا مويها بارده باذن الله. وبالنسبه لهاد الوليده الخوت اللي عندنا هنا هذا اللي جرينا عليه راكم شفتوا في الصباح في الصباح جرينا عليه وما بغاش يمشي هذا راه وجهه ضعيف ضعيف بالجوع مقتول هذا بالجوع. ان شاء الله نشربوا بعدا الحميمات الخوت نشربوا هذا البروديكسيون وغادي نعطيو الوجبه. الماكله الخوت راه حطينا عاوتاني كتكرمل الماكله اليوم راه الحال سخون الا لاحظتوا الحال سخون الاكل راه وحطينا الخوت كيتكرمل تبارك الله يعني تشمش واحد تيشيول او تما كالشمش راه مركزه تما باذن الله. يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم الوالدين ان شاء الله نعطيو الحميمات يشربوا وانا معكم. انا غادي نوصي فاطمه الزهراء ان شاء الله غادي نعطيها الصبيغه. فاطمه الزهراء كتخدم معنا معاوننا طونطيم رقم ثلاثه هي فاطمه الزهراء. كيف قلنا من بعد الله عز وجل كاين انا والطونطيم ديالي وكاين الطونطيم فاطمه الزهراء. كيف قلنا غادي نعطيها الشرابات وغادي نعطيها الصباغه وشي لعيبه وغتكتب لي واحدون اثنانين ونبقاو غاديين ثلاثتون حتى تكمل لي الشرابات كاملين باذن الله. وكيف العاده الخوت الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله الخوت. كيف كتلاحظوا ذات الشنيبر هذا هو خد راحته راه الصوت كان مشى ليا في الفيديو وعاود رجعت ليه الصوت. ها انتم متكي السيد متكي كاع ما مسوق
كيف قلنا وكيف لاحظتوا في الصباح راني خرجت والله ما حطيت عليه يدي، ما قستوش الخوت في الصباح وجريت عليه مشى في حالو. دابا فقت معاه ديك 3:30 ولا 4 فاش طلعت دابا للسطح الثانيه كنلقى السيد جانا شديته هنا فين غادي نشدو باش غادي نشوف رقم الخاتم ديالو. هنا كنشوفوا الخوت الريش باقي باقي رقيق، يعني راه الشنبور باقي صغير بزاف، يعني وليد باقي صغير بزاف. هنا كنقلب ليه هذاك شو كنشوف واش فيه اورو، بان لي بحال فيه ريحه اورو الله اعلم، ساعه ما كانتش فيه اورو قميله من ناحيه قميله، بانت لي الخوت وحده اللي بانت لي فيه. وشوف شوف صغير، غادي نحيد لي داك البزق ديال الباك باش هنا غادي نعرف كيف قلنا باش غادي نعرف الباك اللي فيه اش من عام. انا الخوت هنا كنحيد لي داك البزق ديال العشاد، راه كيكون في البيغان كاع ديال الشنابر الاغلبيه اللي ما كاين يطويش العشاش بزاف. انا الخوت كنحيد لي كنقشر لي داك الشيء تلقى فيه باك ديال فاس بحال العصبة ديال فاس 2018، باك قديم 2018 اللي دايرين ليه ديال فاس، راه هي فاس. هنا فين غادي نقول لكم الخوت اللي باغي هاد الشنبور يجي لعندي يديه، اللي كيسكن حدايا ما بغيتش نذبحوا الخوت هاد الشنبور، ما بغيتش نحرمو مسكين من الحياة. أو واحد آخر يجي يقول لك يجيب لي الأمراض غيذبحوا الوليد، راه صحيح فهمتي، راه خصو غير الماكلة والما راه ما واكل ما شارب. كيف قلنا اللي باغي هنا في مدينه سالا كيسكن حدايا يتصل بيا، النمره اللي كتشوفوا على الشاشه يعيط ليا ويجي يديه. الواتساب الخوت راه كيكون الواتساب عندي عامر، يعني من الاحسن يعيط ليا الواحد اللي بغاه كنقوله وكنزيد نعاودها يعيط ليا. هنا غادي نشدو، هنا كنبين لكم داك الصفوريه الخوت راها في ظهرو في راسو، يعني الولد باقي صغير. هنا الصفوريه كنبينها بان الوليد راه باقي صغير، بحال دابا هذا ما غيمشيش واخا نعيا ما نجري عليه، وهذا 100% غادي يكون تالف واحد 3 ايام بحال هكاك 100% والله اعلم. هنا راه زديت عليه في ذاك المكتب. يلا والسلام عليكم ورحمه الله. اللي بغى يجي لعند بل هذه واحد غرام اللي هي اموكسيل. حنا غادي نديرو تجربه كيف كنقولوا ديما، حنا كنجربوا في نفوسنا باش تعموا الفائده. الخوت راه حتى هكا واخا تلقاو عندي المرض ولا كتلقاو، راه الفائده الخوت والله العظيم الا كتعم. علاش؟ انا كنشوف في راسي مثلا، كنشوف مثلا كيدوز عندي واحد المرض غدا ولا بعدو راه تقدر تبتلى. انت اللي كتضحك، انت لا لا ماشي انت، انت آه انت 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 اللي كتضحك وكتنزع كتقول على الفورات عنده المرض ولا هكا، غدا ولا بعدو تقدر هذاك الحمام اللي عندك كله يصبح هزرجلي، كله كله كيلعب التيكواندو كيف كيقولوا ولا الكاراتي، كله تلقاه هزرجلي. وسير ديك الساعه رجع الفيديوهات ديال جمال وشوف شنو الدواء اللي خدم ديك الساعات، غادي تستافد من عند جمال. يعني الخوت راه اي حاجه، علاش كيقول لك الدري الصغير كنتصنتوا ليه؟ علاش؟ كنتصنتوا ليه عجبتنا الهضره ديالو كنديروا بها، ما عجبتناش كنلوحوا مور هنا عاديه، هذا ما كان. بالنسبه للخوت الكينه هي هذه، ها ما غادي ناخذ عندنا هنا شحال من حمامه تما صافي حسبنا هنا شحال من حمامه صافي هي هذه، كنديروا جوج كينات كيف قلنا وكنعطيو ربع حبه للحمامه. وغادي نشوفوا الخوت واش هامو الكينات، هذه راه سميتها اموكسيل، زوميها بنيتي باش تبان للمشاهد اموكسيل. فيها فيها الاموكسيلين، اموكسيلين وفيها تري دراتو ولا تري دراتو اكسبلور، فيها ما علينا. حنا درنا خوت ربعه ديال الحبات، الحمام ما غاديش نعطيوه كل الدواء لان البارح هضر معايا اذا احمد حسن وتحيه ليه، قال لي من الاحسن من الاحسن من الاحسن ما تعطيش الدواء لكل شيء، وداك الشيء اللي قررت مع راسي. هو قال لي غتقتل الحمام بالدواء ما نكذبوش على الله، اللي قال لي راه هو كيسمع اذا احمد حسن وتحيه ليه، قال لي راه كتقتل الحمام بالدواء. انا فكرت حمام عندي شي حمامات عندي مزيانين، البزقه ديالو ما عرفتي كيدايره والله العظيم الا بزقه يتهاب نادم ياكل، عرفتي تبارك الله واحد البزقه صفراء وفيها داك لاموس كيف قال الاخ مصطفى فاهم، يعني واحد البزقه زوينه الخوت زوينه. يعني علاش غادي نعطيهم انا هاد الدواء؟ علاش هاد الدواء غادي نعطيه للحمامات اللي كيهزوا رجليهم؟ ها انا الخوت حنا قسمنا هادو على اربعه، من بعد هادو على نص، انا على نص ياك، من بعد كل نص غادي نقسمو على جوج، هادي ان شاء الله غنديرو ليها هكا باذن الله. يلا خليكم معنا. انا الخوت الحمد لله نحيدو هاد اموكسيل. هما هنا عندنا هذه هي القراطه بحال ديال الكيف، غادي نبداو نقرطو عليها الخوت الدواء. عندنا هنايا نشوفوا الحمام كامل اللي مرض لينا هو اللي غادي نديروا ليه هذا، وما غنكذبوش على الله يعني اللي مريضه راها مريضه. ها هي حيدوا هذا الموس هذا ان شاء الله. عندنا تماك شحال من حمامه كاينين؟ ثلاثه. نحيدوا هذا الاكل هذا نديروا ليه هكا، غنوريكم الخوت الحمامات اللي عندي مصابين، نوريها نوريكم الحمامات المصابين.
ترى الخوت الربوعة راه كبار، الربوعة راهم كبار. أول حمامة الخوت، أول حمامة إن شاء الله بإذن الله. عرفتي شكون هي؟ هو واحد الدكر. ها هو الخوت، غادي نوريكم الحمام اللي عندي مريض، راه ما نكذبش عليكم الخوت. ها نتوما هذا الدكر هذا دير جناحه هكا. ها نتوما السيري ديالو الخوت، عقلوا على السيري، 49 في الاخر. ها هو ها هو، شوفوا الجناح ديالو الخوت كي داير، 49 في الاخر. هذا الحمام رقم واحد. غنشوف داك الحمام اللي كيعرج. ها هي حمامه، هذه 01. واش كتعرج 01؟ لا ها هي، ها هي الحمام رقم جوج الخوت. الحمام بحال فيه السخانه الخوت، الله اعلم. الحمام رقم جوج، ها الحمام رقم جوج. ما نكذبوش على الله، نجبد لكم كاع الديفوات، غادي نجبدهم. الحمام اللي فيه الديفو انا غنجبدو لكم دابا، خليكم معنا. ها هي حمامه اخرى، هذه 01. هذه 01، ها هي من الحمام. وبقى لينا حمامه وحده اللي مرخيه، هي هذه. هاد الحمامه بحال الا مهرسه من جناحها، هي ما مهرساش. ها البداله 09، عقلتي عليها. ها هي 09 الخوت، حتى هي صافي سالات الحفله. هذه مرخيه الخوت، هاد الحمامه. هادو هما الحمامات، واحد اخر يقول لي ذبحهم، واحد اخر يقول لي ذبحهم. وعلاش الخوت مصنوع الدواء؟ إلا كنت غادي نذبحهم علاش مصنوع الدواء؟ ها؟ علاش اللي غادي نحرمهم من حياة؟ علاش؟ علاش اللي غادي يبداو يدعيو ليا أني حرمتهم وبعدتهم على خوتهم؟ علاش؟ كيف قلنا الخوت هادو هما الحميمات اللي فيهم الديفو، ها هما قدامكم، عقلوا عليهم إن شاء الله. حنا دابا غادي نخرجوا الحميمات ديالنا كاملين. عندك يتحل الباب. الوجبه الثانيه للحمام ديالنا ان شاء الله. راه وريتكم اربعه الحمامات اللي فيهم الديفو، ما بغيتش نعزلهم الخوت، لان دابا كنعطيو افيدريس. افيدريس ما كيخليش ما كيخليش ديك البكتيريا تنقل عبر الماء، ولا هذا ما كيخليهاش تنقل. هذه هنا راه دايرين الشعير والقمح وشي شويه ديال السبور، مع العلم ان حنا نخصو السبور دابا. حنا واحد شي شويه كنبقاو نزيدو لهم الخوت الماكله. ها انتم شو راهي حمامه من دوك الحمام اللي عاد جا جديد. هاد الطوبيه هادي راه خطيره. من بعد الخوت ان شاء الله، انا كنقول ان شاء الله، حنا غادي نتشاوروا، غادي نتشاوروا مع السيد، ما غاديش نقول له الاسم، السيد اللي جاب لي الحميمات غادي نتشاور معاه، وغادي نقول لكم هاد الحمامه دابا نتوما تقدروا الخوت، نتوما المشاهدين راكم تعرفوا، تقدروا تعرفوا هاد الحمام منين جاي. الا كانت عندكم سرعه البديهه اولا ما عرفت كي كيقولوا ليها هاد الحمام هذا، راه تعرفوه من اين شجنه جاي. حيت هاد الحمام هذا راه تعرفوه الخوت منين جاي، يعني راه يقدر يكون بان ليكم فشي شجنه، والله اعلم. هاد الحمام هذا ما كان. دابا الخوت كيف قلنا نمشيو نعطيو البروديكسيون دوك الكينات، دوك الربعه ديال الكينات اللي بقاو لنا، اربعه ديال الربوعه هما هادو. الذكر ديال بوشعره ها هما، ها الكينه الخوت، الذكر ديال بوشعره اللي كيعرج. وبالنسبه للنتوه ديال الحاج نعمان راه ما كتعرجش، بانت ليا مزيانه الخوت، راه ما كتعرجش. ما علينا، الحمامات اللي كيعرجوا غادي نعطيهم هذا الكينه هذا، وحنا غادي نردوا البال الخوت نشوفوا واش هذه الكينه فعاله ولا ما فعالاش. صافي كيف قلنا حنا كنجربوا في نفوسنا، وكنستافدوا حنا، استفدنا من غيرنا، ونحاولوا نفيدوا غيرنا ان شاء الله باذن الله. دابا انتم الخوت مع الحميمات تماك ان شاء الله، غادي نخلطوا لهم افيدريس في الماء. نخليكم هنا مع فاطيم الزهراء، ونمشيو نعطيو الحميمات الخوت لمراد هنا في الشجنه ديال لابروديكسيون باذن الله. وكيف قلنا راه غادي نعطيهم افيدريس في الماء باذن الله. يلا والله المستعان. يلا الخوت والله يرحم لكم الوالدين، وانا معكم ان شاء الله بما تلقى الذكور باذن الله. انا الخوت باذن الله، حنا عطيناهم دابا افيدريس في الماء، عطينا الحميمات افيدريس، الحمد لله راه بانوا ليا كلاو بعدا.
واخا خلاو شويه ديال الشعير ماشي مشكل، يضربوا افيدريس. افيدريس الخوت يدير بحال خل التفاح، انا ما دقتوش ما دقتوش بلساني، وانما تا على حسب الحميمات كيديروا له وكيحيدوا، يعني عندك الله يخرج لنا شي شنبور من دوك الوليدات الجداد، خفنا الله يخرج لنا شي ولد. حنا عطيناهم افيدريس، ونهار السبت ان شاء الله الخوت غادي نخرجوا هاد الوليدات هادو. اليوم شنو اليوم؟ خميس، غدا الجمعه. نهار السبت ان شاء الله كيف قلنا، نهار السبت باذن الله غادي نخرجوهم هاد الولاد الجداد مع دوك الولاد الاولين ديالنا اللي باقيين ما رصاوش، غادي نخرجوهم ان شاء الله. نتمنوا فيهم الخير باذن الله، ونتمنوا انهم ما يضيعوش. هذا ما كان الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات بان لكم تياكلوا، راه زدناهم الخوت الماكله السبور، ما نكذبوش على الله زدتهم السبور، لان نقدروا نقولوا فتره النقاهه اربع الحميمات ماشي مشكل، غادي نعالجوهم بوحدهم باذن الله. كيف قلنا راه زدناهم السبور، هذا ما كان الحميمات هما تياكلوا. وكيف قلت لكم الخوت في ذاك الفيديو بالنسبه لذاك الولد، ذاك الولد اللي جا ما بغيتش انا، راكم عارفين اني ما كندبحش الحمام، وغادي نطلقوا راه شتي في الصباح ما شديتوش، والله العظيم ما حطيت كاع عليه يدي في الصباح، لقيتو في السبوتنيك جريت عليه. الحمامه هذه ناعسه شتيها، شاي غتهبط قول باتك. صفر واحد صفر واحد، لا حتى الخوت ما رجليها سخونه، واحد القضيه هاد الحمام هذا اللي كيهز رجليه، رجلي فيها السخانه الخوت، رجليه سخونه. كما قلت لكم الخوت لاحظتو في الصباح الفيديو، بالنسبه لذاك الشنبور اللي لقيت هنا راه جريت عليه ما حطيتش عليه يدي، مشى بحالو. فقت نعست، نعست وفقت مع الثلاثه، كنطلع كنلقاه هبط دخل، منين دخل الله اعلم، يعني تقاتل باش دخل، متفقين؟ تقاتل واخا داير الشبيك تماك تقاتل باش دخل، وراه دخل، يعني واخا غادي نجري عليه غادي يجيب، يجي يقدر يجيب لي شي ماك، الا كان فيه الله اعلم. حنا ما كنقولوش هو ما مريضش، شنبو راه صحيح. غير اللي بغيت نقول لكم الخوت كيف قلت لكم في الفيديو، اللي باغيه كيسكن حدايا هنا في سلاح عيط لي يجي يديه، فهمتيني؟ انا ما بغيتش ندبحو، اللي كيسكن هنا في سلاح وباغي يجي يديه، اما عندي ما ندير به، راه في باك ديال فاس 2018 باك خضر. يلا والحمد لله والشكر لله. يلا تحيه الخوت والحباب كي كنقولوا ديما في ارض الوطن وخارج الوطن، الناس كاع اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين. والحمد لله الخوت كيف ما كان، كيف قلنا الخوت غادي تبقى هذه غير معاوده، هذه القضيه غادي تبقى غير معاوده ان شاء الله، يعني الحمد لله. المرضى الخوت راه كيدوز عند كل شيء، فهمتيني؟ اللي ما مرضش ليه الحمام اليوم يمرض ليه غدا، اللي ما مرضش ليه غدا يمرض ليه بعده، وسهلات الحفله. المرض راه كل شيء كيمرض، راه الانسان الخوت كيمرض، هذا ما كان. باقي لنا الخوت الذكور ان شاء الله، راه كيف لاحظتوا طلقنا الذكور في الصباح طاروا مزيان هبطوا، ولله الحمد راهم كاملين ما كاين حتى شي حاجه ناقصه، ونتمنوا الخير. يلا الخوت تحيه لخويا عمر، وما نساوش خونا ابو عبيد الشيوي، وخونا مصطفى الاص، وخونا يونس الرموك، وخونا عثمان وعثمان. الحمد لله الامور غدا مزيانه الحمد لله. وتحيه تحيه لخويا سمير، وخويا البشير، وخونا جهاد، وصابرينا، الخوت كاع اللي كيبغونا الله يرحم لهم الوالدين كاملين، خونا وحيد، الخوت كاملين، خونا محمد الله يرحم لكم الوالدين. نتمنوا الخير والتيسير يا ربي امين. وكيف قلنا الخوت هادشي كيف قلنا راه غادي يبقى غير في المعاوده، يبقى غير في التاريخ، ها الفرات العام اللي فات شنو كان طان هادي كان كيعاني وكان هادي وهادي، وانما قولوا الحمد لله الحمد لله وكل شيء مزيان. انا راه بامكاني الخوت كاع ما نقول لكم والو، هاد الربعه د الحمامات ما نبينهمش، هاد الربعه د الحمامات اللي كتهزر رجليها وكتحط نشدهم نديهم الليل نقول بسم الله الله اكبر ندوز عليهم ندبحهم نلوحهم، هو المرض ما عنديش، ولان حنا ما بغيناش نحرمو من الحياه، هذوك الحمامات ما بغيتش انا نحرمو من الحياه، بغيناهم يداووا، بغينا هذاك الدواء على صنعوا عباد الله، صنعوا باش نداوينا الحمام ماشي باش نذبح الحمام، الحمام ما كتهزر رجليها نمشي نقلب ليها على الدواء ونعطيها الدواء ونشوف ربما يخدم معاها. راه الخوت غادي نسالي لهم هذا بالنسبه لهذا الحمام اللي كنهضر لكم عليه، قال لك سبع ايام ثمان ايام، ندير لهم حنا سبع ايام ديال هذه الكينه، بقى نعطيهم الكينه بفمهم، متفقين الخوت؟ بقى نعطيهم الكينه بفمهم، براو تبارك الله، ما براوش راه غادي نعطيهم الرقصاصة، راه خدينا الرقصاصة راه هو عندي لتحت، إن شاء الله هو اللي غادي نعطيهم إلا ما براوش، هذه في حالة ما براوش، ولأن نتمناو الخير هذا ما كنتمناو الخير، لأن دابا راه البدالة هذه، وإن شاء الله كل خير بإذن الله،
ونشوفوا العام الجاي شنو غادي مع هذا المرض هذا شنو غادي يوقع، واش كاين شي اعلان ولا ما كاين والو. الحمد لله كيف ما كان الحال. يلا كيف قلنا تحيه لخوتي الحباب في ارض الوطن وخارج الوطن، وتحيه لخويا عصام 36 كذلك ومثال حتى هو تحيه ليه، بغيتو يوصل لي هذا الميساج هذا الله يحفظو حتى هو، ونتمنوا الخير والتيسير لينا ولغيرنا الخوت. يلا والى فيديو قادم بحول الله، وما نساوش خونا يونس العرجات كذلك ومثال، والله يحفظكم الله يحفظكم. يلا وتحيه لفاطمه الزهراء ديالنا الله يحفظها حتى هي، وخونا علي الفرات وكاع عائله الفرات كاملين بدون استثناء، والله يرحم لكم الوالدين. وتحيه القوات المساعده كذلك والامن الوطني المغربي والقوات المساعده المغربيه باذن الله. يلا الخوت الى فيديو قادم بحول الله. الحمد لله قلنا الحمد لله وغادي نقولوا دائما الحمد لله، هذا ما كان الحمد لله والشكر لله. يلا الخوت وواحد القضيه، كان واحد الولد الخوت كان عيط لي واحد السيد من الرباط، سبحان الله العظيم هذه راه يمكن شي 5 ايام هذه ولا 6 ايام، كان عيط لي مسكين واحد السيد من الرباط لا داعي في ذكر الاسماء، كيسكن في العكاري وتحيه ليه، انه طاح عنده واحد الولد سحمي، قال لي راني متبعك انا في مدينه الرباط في العكاري، قال لي راه شديت واحد الولد سحمي ربما يكون ديالك جدي الا كان ديالك. قلت ليه شحال بادي السيري؟ قال لي 41. قلت ليه صافي ديالي، حيت انا عندي انا بادي ب 41 السيريات صفر. قلت ليه ديالي، فاش قلت ليه لوح لي السيري كامل لوح لي السيري كامل لقيته ماشي ديالي، حيت المئات ماشي بحال بحال، لقيته قلت ليه لا ماشي ديالي، لوح لي الفيديو ديالو قلت ليه ماشي ديالي، كان طايح عنده واحد قال لي راه غادي نطلقوا هادشي اللي كاين. يلا تحيه لي الله يرحم الوالدين. وبالنسبه للوليدات الخوت غير واحد القضيه، الوليدات اللي ضاعوا ليا انا كنقولها من هذا المنبر، الوليدات اللي ضاعوا ليا راه الا شدهم شي واحد ما تيعرفنيش وما عارفش بانهم دياولي راه حلال عليه، نقولها كنقولها من هنا من هذا المنبر راه حلال عليه، وراه هي من طبيعه الحال حلال عليه حيت ما عارفهمش دياولي، وانما الا شد ليا شي واحد شي ولد وعارفه ديالي ما نسمحش لي راه حرام عليه. اسمعوا حتى فاطمه الزهراء قالت لك ما غاداش تسمح لي، قولها بالجهد بلاتي عطا فاطمه الزهراء قالت لك ما غاداش تسمح لي، يعني اللي شاد لينا حنا شي ولد وعارفو ديالنا وساقل راه حرام عليه، راه الله يدخلو عليه بالحرام، هادشي اللي نقولو، الهلي سهل عليه. واحد اخر يقول يا لا والواد وهادي وهادي، لا انا شحال وحنا نوكلو وشري الدواء وزمر وضيع الفلوس وضيع هذا في الاخر باش تجي نتايا تجي نتا وغتشد ليه الولد وتضحك عليا. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وغاديين ان شاء الله اليوم الخميس قلنا ياك الجمعه شو دغيا طارت الوقت، غدا الخوت غدا الجمعه ان شاء الله راني معكم باذن الله ان شاء الله. يوم السبت نخرجوا هاد الولاد الخوت كيف قلنا، يوم السبت غادي يخرجوا هاد الوليدات الجداد، وغادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير لهم باش غادي نرصيهم، لان كاينين هنا جوج، كاين طوبي وكاين طوبيه منقطه. ها الطوبيه هادي الخوت شو هاي هي شتي هاي هادي منقطه، هادي كفريفره راها كبيره جات كبيره، ومن بعد نقدر من بعد الخوت ان شاء الله غادي نقول لكم هاد الحمام شجنا اللي تفرخ فيها فقط، اما كيفاش توصل لعندي راه داكشي كيبقى سكر، نوريكم غير الشجنة اللي تفرخ فيها، راكم تقدروا تعرفوا راه تقدروا تكونوا شايفين هذا فشي شجنة الله اعلم، ولا هذوك الشنيبرات تقدروا تكونوا شايفهم. يلا الخوت ما نزيدش نطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.